لماذا ندرس التوحيد؟ وتوحيد عامدر مو بهامدر. لأن التوحيد هو حق الله سبحانه وتعالى على العباد على الخلق. التوحيد الله يحق دوي شيء ليش أتليش نجح الله يحق دوي تارتون. خلقنا حتى نوحد الله سبحانه وتعالى. الله هو يقدر نبهان دوي ويتون عبادة تر. لا يقبل الله سبحانه وتعالى أي عبادة إلا بالتوحيد. الله وتع عبادة قبل ديشدات توحيد توحيد ثاني بي. لا يدخل الجنة إلا موحد. يلزمني شو تعا شو يعيروات موحد بي. وقد يسألك سائل يقول هل أنت موحد؟ تأقت حم واحد خاطر الله موحد وي. تقول نعم أنا موحد. غير دعاء بوخ وص موحد. يقول لك ما هذا التوحيد الذي تدعيه؟ تأق عيدوش تو توحيد هو يتوحد هو بوخ دو يخاطر دو توحيد. إذا عرفت التوحيد فأنت موحد. تأق حوني خاء توحيد هو دو تأق موحد خلها. وإذا لم تعرف التوحيد. تأق حوني توحيد سخاء. نقول هذه شهادة زور. تأق إذا بخرت ويوعيوشك. ثم قد يسألك أيضا. تعقي خاطر لطوحك. يقول هل أنت مشرك؟ حمشرك وي. تقول أعوذ بالله أنا لست بمشرك. أعير ما دبوق أعوذ بالله سموات مشرك. يقول ما هو هذا الشرك الذي حرم الله عليك؟ تعقوني الله وحرم دندو الشرك هو بوق دو الخاطر لطوحك. إذا كنت لا تعرفه. تعقوني خوش تاتا. فنقول لعلك واقع في الشرك الأكبر وأنت لا تدري عنه. خلتر لهم بوق دوق شركة دينحون خاءت سخوش. إذن أهم شيء هو تعلم التوحيد. تحتون دي لون خاءلو حقن تاني وقر كورتو ما توحيد عام دردو. وتعلم الشرك حتى لا نقع فيه. إيش شرك عام دردو ويتو يقي ويشرك تدى